بسم الله الرحمن الرحيم. بعد معاناة أهالي مدينة هون من عشرات السنين من إحدى أحياء المدينة ويعرف بحي البناية الذي يعتبر أحد أوكار الفساد ولكثرة الجريمة والحرابة وأعمال القتل، أخرها قتل أحد أبناء مدينة هون عليه. تنادى شباب مدينة هون وتم عقد اجتماع لمجلس الأعيان بمدينة هون وتم إقرار إزالة المباني العشوائية وغيرها والغير قانونية بمدينة هون ومن ضمنها هذا الحي، وتم التواصل مع الغرفة الأمنية وغرفة عمليات الجفرة، وتم تكليف لجنة مشكلة من الكتيبة 128 والأمن الداخلي والشرطة العسكرية ومديرية أمن الجفرة، وتم الشروع في إزالة هذه المباني وتم رفع المخلفات. ونشكر جميع الشباب اللي تعاونوا معنا، وكمان نترحم على من فقدناهم أثناء هذه العملية في مدينتهم، وشكراً.